فاجأتنا أنه باستشهاد خبر استشهاد عمي ولد عمي. عشنا 47 يوم في الحرب في خيمة واحدة في شمال قطاع غزة. أنا تحصرت في مستشفى الأندونيسي وخرجت مع الصليب الأحمر لما خرج النازحين من المستشفى والجرحى. انبعدت عنهم غصبا عني. ولأنا الحين كان ممكن يكون معهم شهيد. اليوم تبقى جاءت بخبر استشهادهم. الحين بتشوف معهم عم مسرور هي محمود بن عمي وهي جنب أخو أحمد. وهي عم تم مسرور ويوسف مسرور. حسبي الله ونعم الوكيل بس. إيش اللي صار معهم تحديدا بالضبط؟ سحبوهم اعدموهم اعدام ميداني للجيش الاحتلال الاسرائيلي. على الهويه؟ مش عارف على الهويه بس هم اعدام ميداني في المستشفى في المدرسه. حسبنا الله ونعم الوكيل. في معهم شهداء ثانيين؟ حفيده قال لعم ابو سرور امبارح اعدموه على المدرسه الصبح. بقناصه. حفيد الشهيد ابو سرور. حسبنا الله ونعم الوكيل بس.